نضع بين يديك كل من ينتظر معاملة هجرة، كل من ينتظر سماع خبر عن شخص عزيز، كل من ينتظر نتيجة تقرير طبي، كل من ينتظر نتيجة امتحان، كل من ينتظر الالتحاق بشريك حياته، نضعهم بين يديك يا رب، ونعلن بأنك ستقلص وقت الانتظار إن كان بحسب مشيئتك، لكي ما يرتاح ويمجد اسمك القدوس. آمين.